ايه حلو هات لحقتنا لهون غراب البين. مرحبا ميسون خانو. اهلين انسي ملك، حضرتك شو عم تعملي هون؟ لما شفتك قلت لأسألك عن زهرة، شلون وضعها هلا؟ تركتها بالبيت متسطحة، ونحن هلا جينا لنقي فستان لنيفين خانو مشان الحرس. ان شاء الله الف مبروك. ايه بسيطة، معناها سلميلي على زهرة وبوسي لي اياها. كل واحد بيتعدى حدوده لازم هيك يتقلع. كانوا هالمعلمة متعلقة ببنتك زيادة. أهلا وسهلا يا بنتي. أهلا فيكي مرت عمي. عزت كيف صار هلا؟ منيح وكل ما نوع عم يتحسن. وانتي ليش تركتي واجيتي؟ عزت أصر علي ارجع، لهيك رجعت. قال بلا ما علي خبص له شي تخبيصة تانية. والله بيعرفوا لأخوه كتير منيح. ليش شو صاير قليلي؟ اعترف انه هو قوصه لعزة، راح من ورا ظهرنا وقدم بلاغ بحاله. الشرطة اجت اخذته من على بكرة الصبح. مو مرته لجمال اللي بتضعف، اوعك تمرد. اخ يا مرت عمي، انا كيف بدي اكون قوية؟ واحد من ولادي بالمشفى مسطح، والتاني محجوز عند الشرطة، وكل يلي صار مو ذنبنا. بآخر فترة صارت لقاءاتنا كتير يا آغا. عزت قال إنه